أحبتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة تفعيل قناتي عاشق الطبيعة، أوجز هذه الكلمات لتكون لكم رسالة. كيف بدأتها حتى وصلت إلى تفعيلها؟ وبين حبي وتقديري وعرفاني بالجميل لكل من ساعدني، والقصة بدأت عندما فكرت أنشئ قناة يوتيوب. أول حاجة الاسم، اختيار الاسم. طلعت عن معاش ولي حديقة متواضعة، كنت دايما أطلع وأقعد فيها تحت الأشجار وأنظر إلى الطبيعة، كل ما فيها من خضرة وجمال وحيوانات وكل اللي رايح واللي جاي. طيب أنا أسميها إيه يا ربي؟ أسميها إيه يا ربي؟ سميتها جمال الطبيعة. لقيتها إيه؟ مش كويسة كده. هي الطبيعة جمال وكلنا شايف الجمال. أنا إيه قلت أبين أنا إحساسي بيها، فسميتها عاشق الطبيعة. وفي بالي إن هذه كلمة عاشق الطبيعة كلمة عامة، يعني القناة نفسها منوعات عامة، ليس متخصصة في كل شيء. رسالة دينية، اجتماعية، ثقافية، علمية، كموجه عام سابق للرياضيات. فسميتها عشق الطبيعة. وابتكرت كيف أبدأ المحاولة. أول شيء كان همي في المشتركين عشان تبقى قناة. فابتديت أخش الحفلات، ولقيت جميع الترحيب من أصحاب الحفلات، ما شاء الله عليهم، اليوم الجميل الكبير، وعلموني وبعلموا الكثير من الناس. بمن ابتديت؟ بدأت بالأستاذ أحمد المصري، وأشكره على الاستقبال الجيد والتشجيع، وشجعني كثير وتفاعلت، وأنا كان بتفاعل بصدق، ما فيه رابط أشوفه إلا أشترك فيه. واستمرت مدة، لقيت نفسي جميع الناس اللي موجودين عنده عندي، فقلت طب ما ننوح أروح مكان تاني. فدخلت عند الأخ الأول، عند رحت عند مين يا صالح بقى؟ أفتكر إنه رحت عند كريم محمود. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا كريم محمود الغزاوي، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. واستمرت عنده، وفضلت أبص في المشتركين، لقيتهم عندي كلهم. وللأسف كان عدد المشتركين اللي عندي ما يجيش حاجة في الناس اللي اشتركت عندهم، ودي كانت مشكلة في العداد. يعني مثلا أنا وصلت مثلا لحوالي 2000 واحد، وما كانش عندي إلا بتاع 200 أو 300 مشترك. فقلت أروح مكان آخر، فرحت عند الإيه؟ الأستاذ صالح للرياضيات. وحبي للمادة وحاجات مشتركة بيني وبينه، الاسم صالح وأنا يسمونه صالح، في البلد يقولوا علي صالح رياضيات وهو صالح رياضيات وكله كده. فانسجمت في هذه القناة، وما شاء الله عليه استقبال وفرحة لما يشوف الواحد وطول عمره
انزل بعين مشرفين، اول ما انزل الاقي مفتاحي جاهز زي المشرفين، ولا سألني في حياته نظرت رابطك ولا ما نظرت رابطك ولا كذا، واستمريت معه. فحليت أهم مشكلة اللي هي مشكلة المشتركين اللي هي 1000 مشترك، لقيت نفسي ماشي بالتفاعل في هذه القنوات، وأشكرهم جميعا. دخلنا بعد كده في موضوع الساعات. موضوع الساعات ترددت أن أخش على القنوات التي ساعد، فربنا أعانني على واحد صادق جدا، جهاد السوري، بالصدفة في أحد القنوات، وقلت أنا عايز ساعات، وعدني ب300 ساعة تاني يوم جيت لقيتهم في عدادي، صدق لم أرى مثله. واستمريت مع هذا الرجل ومع الأستاذ صالح، والساعات بتزيد، الساعات تزيد. فهو كمان عرفني الأستاذ جهاد، عرفني على ابن العم والصديق أحمد الهواري نقد تيوب، برضو استمرت منه الساعات، ودخلت في حفلات كثير. ولا أنسى الأخت أم زياد وتفاعلي معها أيضا في المشتركين، ساعدتنا كثير في المشتركين. وهكذا في زمن يعتبر قياسي بالنسبة لي كمبتدئ، أنا ابتديت قناتي في حوالي 15/7، والحمد لله في شهر 2 اتفعلت، يعني من 7 لـ2 كم 14، من 7 لـ2 لا يعني 14، يعني بتاع 7 أشهر، ما كملتش 7 أشهر، والحمد لله. أشكرهم وأشكر الأخت أم عبد الله زهراء فرنسا على مساعدتها في الساعات أيضا، وكل حفلة دخلتها كان في منتهى الاحترام، وجميع شخص تفاعلت معه في أي حفلة من الحفلات ما شاء الله عليهم. ولا أنسى ابن عمي الذي ساعدني من الأول وشجعني، الأستاذ قاسم بدوي، وعندما فعلت هذه القناة في يوم ما تفعلت يوم الجمعة صباحا، أم زياد بقي في نفس اليوم قالت لي افتح حفلة، فتحت الحفلة، وبمعرفة أم زياد الحمد لله خلص الشرط الثالث. وأشكر الأستاذ قاسم بدوي والأستاذ الأستاذة زوزو بلجيكا، والأستاذ مسابح الدكتور، ما خلوا مجهود معايا وحققوا لي الشرط الثالث. وحفلة الشرط الثالث ما شاء الله عليها، ما شاء الله، مباركات من الكل وفرحة من الكل، وإن شاء الله كل واحد فرح معايا أشوف قناته وهي بتتفعل، وكل اللي دعموني ليهم 1000 شكر. وأخص بالشكر كل ما ذكرت اللي فاتوا يا أخواننا والمباركات، وأشكر أخي اللي ساعدني في المشاكل اللي قابلتني، الأخ ياسين، أبو ياسين، وقف معايا في حكاية الأدسنز وتعب معايا تعب كبير، وأنا أشكر على ذلك، وأشكر كل اللي شجع وكل اللي استشرته برأيه. وحيد الجندي كنت أسأله في مشاكلي وكثير، ويا أخوانا أنا لو ذكرت أسماء ممكن أنسى حد والله حاجة، الكل وقف معانا والكل ساعد والكل آجر. والحفلات الكبيرة يا أخوانا لها وضعها، لا تتترددوا. هو الشرط الأول ده مجهودك، ادخل الحفلات
وتفاعل بصدق تاخذ مشتركين. بيقول العصافير بتطير، لا هي العصافير ما تطيرش لو انت ماشي صح، ما تطيرش كتير عصافير انت اللي بتجمعها، انما الحسابات واحد يديك ما عصفور تاني يوم ما بتلاقيهمش، انما انا اخش عندك واتفاعل معاك في النهاية العصفور ما بروحش مكان. تخيلوا الوقت اللي فيه القناة في المراجعة ما نقصش عندي ولا عصفور، العداد على طول مكتوب عليه 1140، تبقى 41 42 50، والأربعين ما نزدتش على 1140، العداد زي ما هو وفي منت الله، لأنها حاجات حقيقية. إنما حكاية إن إيه الساعات، ناس يدون الساعات، الناس فعلون الساعات ويشكروا ورد لهم جميلهم، إن شاء الله خير وبركة في أفراحهم ونفرح بيهم ونشوفهم. فيا إخواني ركزوا على الشرط الأول، خشوا عند القنوات دي كبيرة وحلوة وأخص الأستاذ صالح، الأستاذ نقد تيوب أحمد الإيه الهواري، الأستاذ كريم، الأستاذ جهاد، صراحة دول ناس كويسين. والآن كمان أختنا أم زياد، ولا أقول على أخينا وابن عمي وبلدياتي صادق بدوي ياسين صادق، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، الرجل الكويس الحلو أبو لسان حلو. وكلكم يا اخواننا جمال وحلوين، والواحد سعيد بيكم اللي خلاني معاكم في هذا العالم الصغير البحبوح قوي. واشكركم جميعا، كل من فرح لينا ربنا يديله ان شاء الله ونفرح معاه. وهي اسمها قناة متفعلة، الواحد اهو انا اهم حاجة عندي ان شاء الله كده الاذكار، وان شاء الله ادخل على مادة الرياضيات شوية شوية في بعض الفيديوهات، وربنا يعيننا على ذلك. وفي النهاية الشكر الجزيل للكل، ولا أنسى أن أقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب ودوائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.